سمت هوية البطل لفوز الرائد بركلات الترجيح في محل الجيش ثالثا والكرامة بالمركز الأخير بدون ولا نقطة. فارس العمري وسعادة رئيس النادي الأستاذ خالد السيف بتسلم كأس البطولة. مبروك للرائد. أندية تنافس على لقب بطولة النخبة السعودية. تقدم لصالح فريق نادي الشباب. أحمد تمريرة وكرة مقطوعة تصل لأحمد عقيل. الله النجمة النخبة السعودية لكرة القدم والتي تقام في مدينة أبها بمشاركة 6 أندية قسمت على مجموعتين ضمت الأولى الهلال والحزم والوحدة، فيما يلعب في المجموعة الثانية الشباب والاتفاق وأبها، وتأتي ضمن استعداد الأندية لانطلاق الدوري السعودي الشهر الحالي. طبعا راعي فكرة هذه البطولة وجهنا الحقيقة للعمل بشكل منظم لتقديم بطولة مميزة تليق مستوى الرياضة السعودية بإذن الله تعالى. أندية كبيرة و يعني فرق معروف على مستوى العالم بإذن الله سبحانه وتعالى. طب ماذا عن كرة للشلهوب، شلهوب في الانتظار للانطلاق، كرة ممتازة، القحطاني كرة 1-0، يضرب ويسجل، انه الكاسر. التقدم لصالح فريق الشباب، كرة ملعوبة في الجهة اليمنى، عبد الطيف عرضية ولكن تبعد، وصلت لكامانشو. الله في كل نسخة تقدم لنا فرق، تقدم لنا آلية وتنظيم جديد. المشرف على المهرجان المهندس عبد الكريم الحنيني والأستاذ عبد الله طاعن، وهناك ترتيب كبير لاستضافة الفرق، تجهيز الملاعب، سكن الفرق، هناك مملكة للذهاب إلى أبها والمشاركة في البطولة. طبعا هذا مكسب كبير. صحيح. أتمنى إن شاء الله أن الفرق السعودية تبدأ في الاستفادة من الإمكانيات الموجودة في المناطق السياحية. ترتيب لبداية الاستعداد للموسم الرياضي الكروي من خلال إقامة معسكرات خارجية في العديد من الدول الأوروبية، بما فضلت بعض الأندية الأوروبية التوجه إلى الملاعب السعودية لتكون انطلاقة تحضيراتها لموسم حافل بالمنافسات المثيرة، وعلى رأسها بولونيا الإيطالية الذي أعلن عبر موقعه الرسمي عن إقامة معسكر تدريبي ابتداء من 28 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل، يتخلله المشاركة في بطولة النخبة الدولية الثانية.